السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. في هذا الفيديو ونزولا عند رغبة بعض الإخوان الذين قالوا لي لماذا لا نحقق أي مبيعات رغم أننا نعمل في المجال منذ أشهر عديدة. اليوم إن شاء الله سنقوم بإعطاء ست أخطاء يرتكبها العديد منا ولا يدري، وهي التي تكون سببا في عدم مبيعاته انخفاضها، وأيضا سببا في عدم وجود أي مبيع على مجال الأمازون. لهذا سنقوم بقول أو بشرح هذه الأخطاء التي يقوم بها العديد من الإخوة، ونعطي دائما الحل هنا على الحاسوب. لا نكثر الكلام ونقول هذه الأخطاء ونذهب، إلا أننا سنعطي الحل وهذه الأخطاء التي سوف أشاركها معكم عن تجربتي أنا الخاصة، وكنت قد قمت بها أو وقعت في هذه الأخطاء في الماضي القريب، إلا أني والحمد لله بدأت أكتشفها ولا زلت أكتشف العديد منها مستقبلا. لهذا سنبدأ بالخطأ الأول الذي يقوم به الإخوان، وهو طريقة العمل على النيتش، أي كيف ما هي الطريقة التي يجب أن تعمل عليها. على سبيل المثال سنأخذ نيتش الخاص في هذا الوقت الراهن بالكولورين بوك. العديد من الإخوان يقومون فقط بالذهاب وإنشاء كتاب خاص بالكولورين بوك ويقومون بوضعه على الحساب الخاص بهم وينتظرون المبيعات. لا يا أخي، هذا هو الغلط. الكولورين بوك يجب البحث، والطريقة البحث هي التي هي الأساس، كما نقول هي الأساس في إيجاد الطريق أو إيجاد الخارطة التي ترسمها في هذا المجال. وأيضا ثانيا، الخطأ الثاني الذي يقع فيه الإخوان وهو عدم التحديد. إذا كنت يا أخي متمكن في مجال الرياضة أو متمكن في مجال على سبيل الرياضة الموسيقى، أو كنت متمكن في مجال كيف ما كان هذا المجال، يا أخي قم واعمل في هذا المجال ولا تنظر إلى المجالات الأخرى لكي تقوم بإعطاء كثير وكثير من الكتب. كما تعلم في الأول الأخيرة بدأت أمازون عليها ضغط كبير وعليها منافسة شرسة، لذا اعمل في المجال الذي تحب أو المجال الذي تهواه أو المجال الذي تتقنه بهذا المفهوم، وسترى النتيجة. وأيضا الخطأ الثالث الذي يقع فيه العديد من الإخوان أيضا، وهو التدقيق في النيتش، عدم التدقيق في النيتش. تأتي إلى الحاسوب أو تأتي إلى الحساب الخاص بك وتقوم بالبحث على سبيل المثال، نعطي سبيل بالموسيقى، تبحث وتكتب ميوزيك، ولكن يجب التدقيق في النيش. على سبيل المثال تبحث في الميوزيك وتختار في الميوزيك الجيتار أو البيانو أو شيء من هذا القبيل وتبدأ العمل عليه وهكذا. أو على سبيل المثال أعطي مثال آخر، في الرياضة تقوم بعمل نوت بوك خاصة بالسبور. ولكن ما معنى السبور؟ السبور توجد العديد من الهوايات، من بينها الرجبي، من بينها الكرة القدم، من بين العديد من الأشياء. يجب أو ثالثا كما قلنا يجب التدقيق في النيتش. رابع خطأ يقع فيه الإخوان وهو طريقة كتابة العنوان في الغلاف. هذه الطريقة لم أقع فيها إلا في الآونة الأخيرة، لأني بعض الأحيان أتصفح الحساب الخاص بي في أمازون بالهاتف وأرى الفرق. عندما ترى كتابا أو عنوانا في غلاف بشكل كبير يظهر في الهاتف بشكل واضح، على عكس إذا رأيت غلافا بحجم صغير لا تعطيه أهمية ذلك الكتاب وتمر مباشرة إلى كتاب آخر. وكما تعلم أن العديد من مستخدمي أمازون يشتغلون فقط بالهاتف ويقومون بالشراء فقط بالهاتف. وإذا سنمر إلى الخطوة الخامسة أو ما قبل الأخيرة، وهي الكلمات الدلالية الكيورد. نعم يا أخي، هذا هو المشكل الذي يقع فيه العديد من الإخوان، تقوم بعمل نسخ ولصق للكيورد وتنتظر أن تأتي المبيع. لا يا أخي، ليس هكذا يتم العمل. الطريقة وهي أنك تقوم بالبحث، سنريك الطريقة أو إذا أردت مشاهدة الفيديو عن طريقة إيجاد الكلمات المفتاحية. وآخرا وهو الكم والجودة.
ما معنى الكم والجودة؟ في الآونة التي مضت كان الإخوان يتهافتون بإنزال الملايين والعديد والآلاف من الكتب على أمازون، وكما نعلم بحكم المنافسة الشرسة وبحكم العديد من الأشياء، فإن لم تعد الكم له ذو قيمة، فإن القيمة تكون عند الجودة. إذا كان لديك محتوى ذو جودة قيمة، فأنا أعطيك وعدا مني أنه يعمل لك مستقبلا، ولا تخف من أي خطأ، أو لا تخف من أن حسابك يرفض أو شيء. على سبيل المثال، إذا قمت وأتيت بشريت عندك نوت بوك بديزاين وبشكل رائع، فأستطيع أن أقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك وأشتري العديد، أشتري 3 إلى 4 كتب إلى غير ذلك. ولكي لا نطيل الفيديو، سنقوم بإعطاء بعض الأفكار وبعض الحلول من خبرتي أنا الشخصية. وكما قلت لك، إذا كان هناك بعض الأشياء أو التي لم تفهمها، فكل ما عليك هو الرجوع إلى الكومنت وإعطاء الجواب أو إعطاء السؤال الخاص بك. وكما قلت، لا تنسونا من صالح دعائكم، ولنمر مباشرة إلى الشرح. وقبل أن نتطرق في شرح هذه الأخطاء، أدعوك لزيارة مجموعتنا على الفيسبوك، وهي مجموعة تخص بمجال الكيديبي ومجال الانترنت ومجال الديزاين. وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك أي شيء متعلق بهذا المجال. والآن كما قلنا، وطريقة العمل، كيفية العمل أو كيفية البحث على المجال هي التي ترتكز وأساسا بنسبة تفوق 80% على العمل الذي تقوم به. سنختار على سبيل المثال، كما قلنا في الأول، نختار كتب التلوين، أو على سبيل المثال هكذا كتب تلوين كولورين بوك. حسنا، عند اختيارنا كولورين بوك لا نكتفي بكتابتها فقط. إذا قمنا بكتابة كولورين بوك، فستظهر لدينا النتائج 70,000، ونحن لن نتركها 70,000، سنبحث ونبحث حتى نجد 900 إلى 500 إلى شيء من هذا. هنا كولورين بوك، سأزيد في البحث كولورين بوك فور هكذا. تعمقت إلى أن أصل إلى المبتغى، رغم هذا لم أصل إلى النتيجة التي أريد. وسأبحث وأزيد في البحث colouring book for kids، وأختار هذا الخيار. هكذا من 2 إلى 4 سنوات مع الكراينت. انظر، لقد وجدت 4,000 نتيجة بهذا أو بهذه الطريقة التي قلت لك، وهو الطريقة التي تمكنك من البحث في صلب النيتش. انظر إلى المبيعات الخيالية التي يحقق هذا الأخ، 267 في الرانك، صراحة 473 مبيعة حقق هذا الأخ. إذا قمنا بضرب 4.73 في 3 دولارات أو في 4 دولارات، صراحة فهذا لا يساهم به. انظر إلى هذا المجال، هذه هي الطريقة التي أود منك يا أخي أن تفهم. دائما قم بالبحث، رغم أن البحث يستمر معك لساعات أو لنصف ساعة أو لساعتين، إلا أنك ستحقق. وأعدك إذا حققت هذه الأمور التي سوف أقول لك، وتجاوزت هذه الأخطاء التي سوف نبينها في الفيديو، فأعدك يا أخي أنك ستبدأ بربح بعض الدولارات إن شاء الله. وكما قلنا، عدم تحديد لن نشرحها هنا في الحاسوب، لقد شرحناها
في المقدمة أي عدم التحديد. إذا كنت تهتم بمجال ما فيجب عليك أن تعطي في ذلك المجال، ولا تكترث إلى المجالات الأخرى، ولا تكترث إلى القول وإلى العديد من الأشياء التي تأتي على بالك. وكما قلنا ثانيا التدقيق في النيتش، وهي هذه الطريقة التي أضفناها، التدقيق بما تحمل الكلمة من معنى. مثلا كما نقول، إذا قلنا بالدخول إلى ميوزيك نوت بوك ميوزيك على سبيل المثال، ميوزيك وأضيف إليها جيتار، بهذا الشكل قد قمت بعمل خطأ ما. جيتار بهذا الشكل، وأقوم بالبحث وأرى هل تكون النتيجة كبيرة أم لا. ظهرت إلى لدي نتيجة كبيرة هنا، سأزيد جيتار فور ميوزيك بلانك شيت ميوزيك، سأختار هذه لأرى، على سبيل المثال لأرى هل هي تحقق أم لا. 30,000. لا علينا، لكي لا نطيل الفيديو، أود أن تفهم الطريقة التي أود أن أشرح لك، وهي التخصص أو التدقيق في النيتش الذي تعمل عليه. كنت تعمل في النيتش الموسيقى، فاختر الآلة التي تحب أو الآلة التي تندرج ضمن سياق الموسيقى. وسنمر إلى الخطأ الرابع، والذي أيضا لاحظته وسوف تلاحظه مستقبلا، وهي طريقة كتابة العنوان في الغلاف. سنأتي على سبيل المثال إلى هنا، notebook quote، نختار على سبيل الاقتباسات ونرى. كما أود أن أقول لك، هنا يظهر لدي الفرق. إذا كنت تقوم بكتابة العنوان الخاص بك في الكتاب بطريقة كبيرة، فإن المتصفح أو الإنسان الذي سيتصفحه في الهاتف سيظهر له بطريقة كبيرة، على عكس إذا وضعت الكتابة بطريقة صغيرة فلن تظهر إلى المشتري، لأنه يتصفح الأمازون من هاتفه، فهذا سينقص من مبيعاتك أو سيعدمها في آن واحد. كما يظهر، انظر إلى هذا الأخ، دائما الكتابة تكون بطريقة كبيرة لكي تظهر ظهورا كبيرا. إذا قمنا بمقارنة، انظر هاتي سكسس تكون كبيرة، انظر إلى المبيعات، قد قام بعمل 15 مبيعة. وإذا أتينا إلى هذا الأخ، قام بعمل 4 مبيعات فقط، رغم أنه في الرانك يحصل على 108,000، وهذا في الرانك يحصل على 4,038,000 في الرانك، وأنه يحقق مبيعة أحسن من هذا الأخ. لذا سترى بأم عينك النتيجة، وإن شاء الله طبق هذه القاعدة وستكون كل شيء أمامك. وسنمر إلى الخطأ الخامس، وهو الكلمات الدلالية، عدم نسخ ولصق الكلمات الدلالية، لأننا قمنا بإعطاء العديد من المواقع، ومن أهمها هذا الموقع Keyword Tool. فهذا الموقع الذي أرجحه بشدة هو الذي يعينك على كتابة الكلمات الدلالية أو الكيورد الخاصة بك بطريقة احترافية. انظر هنا أمازون، نختار أمازون ونختار بوكس ونختار الدولة ونرجح الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بكتابة أي شيء، Activity Books. نقوم بالبحث عليها، وتبقى الطريقة البحث هي التي تعتبر مهمة. نظرا لضعف هذه هي الكيورد، وهنا الطريقة
إذا قمنا بمعالجة هذه الكلمة الأولى Activity Books for Kids Age 4-8 فإن المنافسة فيها 28 أي ضعيفة. وإذا قمنا بمراجعة هذه ما بين 9 و 12 فنجد أن المنافسة 100%. وأيضا هنا المنافسة 100% والسيرش فوليوم أي عدد البحث يصل إلى 1700. صراحة هذا الموقع يعطي رغم أنه فيه بعض الامتيازات وفيه بعض العيوب لأنه يكون مدفوعا، وأنت إذا أردت شراء الدفعة الفي آي بي فهذا يرجع الأمر إليك. وأيضا كما نقول وسوف نختم بهذه الكلمة وهو الكم والجودة. يجب عليك يا أخي أن تركز تركيزك التام على الجودة لأن الكم لم يعد مهم في هذه الآونة الأخيرة، لأن أمازون لم تبدأ في إغلاق الحسابات بشكل كامل، وإلا أنها مستقبلا من يدري فقد تبدأ في هذا العمل. وأنا أنصح أن تقوم بعمل احترافي وأن تتعلم إلى الرسم سواء في الفوتوشوب أو في الإلستريتور إلى غير ذلك، أو تقوم بكراء أخ أو صديق يعمل الديزاينات. وأنا سوف أعطيك أو سوف أضع لك الرابط المجموع أسفل هذا الفيديو إذا أردت أن تتوصل مع صديق لي وهو الذي أعتبره الراسم أو الديزاينر لدينا، وتتواصل معه هو يرسم ويعمل بالغلافات، هو الذي أتواصل أنا معه. سأترك لكم حسابه في المجموعة. وصراحة أشكركم على متابعة الفيديو إلى الأخير، ولا تنسونا من صالح دعائكم. وكما قلت لك العمل يا أخي والعمل باحترافية وبجدية وإن شاء الله ستكون النتيجة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.